لقاء ثلاثي لمسؤولين أتراك وآخرين من نظام الأسد برعاية روسية في موسكو لبحث المصالح المتبادلة وإمكانية تحقيق مصالحة بين تركيا ونظام الأسد. تبعه لقاء تركي مع عدد من الكيانات المرتبطة بالثورة لحثها على التصالح مع عصابة الأسد. غضب شعبي عم المناطق المحررة لرفض التصالح مع القتلة. رافقه تصريحات وبيانات عسكرية ترفض المساومة وتلتزم بالدفاع عن ثورة الشعب السوري. فهل ستنجح تركيا بتهيئة الأجواء للمصالحة مع نظام الأسد؟ وما هي المصالح المتبادلة بين تركيا ونظام الأسد والتي يجري الاتفاق عليها؟ بعد رفض الأهالي للمواقف التركية الأخيرة، هل تتراجع أنقرة عن قضية المصالحة؟ أم أنها ستضغط على بعض المكونات السياسية والعسكرية لتحقيقها؟ تساؤلات كثيرة نجيب عليها في حلقة جديدة من برنامج بين السطور الذي يأتيكم يوم الخميس الساعة 6 مساء بعد الموجز الإخباري مباشرةً.